بسم الله الرحمن الرحيم. المريضة تعاني من ارتجاع مريئي متكرر، فسوينا لها ناظور تبين انه عندها فتق بالحجاب الحاجز، رخاوة بوابة المعدة. هاي الرخاوة العلاج مالتها يكون عبارة عن عملية تستغرق تقريبا تسير ربنا نص ساعة، والمريض ممكن يغادر المستشفى بنفس اليوم او ممكن يبات الثاني يوم. الآلية تكون كالآتي: هاي المعدة اكو زاوية هنا موجودة، والمعدة تكون نازلة بهالشكل، اكو هنا عضلات تكون موجودة فوق، هاي العضلات تكون راخية. الفتق هنا عند المريضة تقريبا 5 سنتيمات، 5 cm. هذين العضلات نبلش نقرب من واحدة على الثانية، ونجيب المعدة اللي في دائر مدائر روح على مد بعد ما تصعد. طبعا أعراض الارتجاع مزعجة جدا، الشخص لما يجي ينام يحس الأكل يرجع، باقي دائما على حبوب أومبرازول ورابيزول وتقميت السنين عليها وما يطيب وما راح يطيب إلا إذا سوينا له هاي العملية. يبقى بعدها على الدواء فد 4 أسابيع أو 6 أسابيع، بعدها يترك الدواء. أتمنى لكم الصحة والسلامة، شكرا جزيلا. Stop till I get enough. I wanna live right now.